صباح الخير نرمين وسلمى، ويسعد صباح جميع مشاهدي الإخبارية السورية. نحن موجودين بحلب بحي المقامات تحديدا، هذا الحي اللي يعتبر من الأحياء المحررة واللي بيشتهر طبعا بورشات الأحذية. حلب اللي مو مشهورة بس بالغار والزعتر وإنما أيضا بالأحذية، الورشات اللي ظلت طبعا عم تستمر بعملها حتى بأصعب الظروف. خلونا نشوف، رح ادخل لاحد الورشات هلا لنشوف آلية العمل. مرحبا، صباح الخير. يعني نحن عم نحكي عن ورشات الأحذية الحلبية، دائما الحذاء المصنوع بحلب له يمكن قيمة خاصة عند الناس وحتى سمعة طيبة عند الناس، خلينا نعرف سر هالشي وكيف آلية العمل، ليش دائما الجلد الحلبي جلد ممتاز يعتبر للأحذية؟ الحذاء الحلبي تميز بصناعة الجلد الطبيعي، طبعا هو بنصنع من جلد الطبيعي البقر أو المعز. الغنم طبعا في عنا غنم، بس الغنم بيصير بطانة، ونحن بالنسبة للمصلحة صار لأكثر من 300-400 سنة من التوارثة طبعا من أجيال لأجيال. هلا نحن هون مع مصنعنا تقريبا عمره أكثر من 60 سنة. هلا خلينا نشوف آلية العمل. العمل هلا نحن بنبدأ من جلد البقر الطبيعي للوجه. هلا الشاب هون عمال بيفرد الجلد مشان الوجه، هاي لتصنيع الوجه. طبعا هذا جلد بقر طبيعي، قوالب جاهزة طبعا، قوالب حديد، هذا قالب عمال بي. في يمكن كمان عندنا شيء ثاني، هون البطانة تجي من جلد الغنم، كمان جلد طبيعي، هذا جلد غنم. جلد الغنم في سبب انه اخترتوا جلد الغنم؟ جلد الغنم عشان يمتص الروائح الريحه وبيمتص العرق. وفي عندنا هذا جلد كمان بقر، هذا جلد نبوك، هذا بيشتغل للحذاء السبور، سبورات. بنرجع لهون في عندنا كمان هذا، هون الشاب عمال بيفرد جلد بقر كمان للوجه، كمان هذا بيطلع حذاء كانه شتوي، هذا حذاء طبي، حذاء طبي 100%. الشاب هون كمان عمال بيفرد جلد بقر كمان للوجه، هذا بيطلع حذاء سبور او حذاء رسمي او حذاء طبي، هذا الجلد الطبيعي. يعني المرحلة عم بيساوي الدوسات تبع الضبع، هي مشان الدوسة الكعب، رياحة الكعب. هي من اي من شو مصنوعة؟ هي اسفنج. هلا خلينا ننتقل للمراحل ونطلع على المراحل الثانية يلي معك حتى نوصل للمرحلة النهائية. طبعا نحن وصلنا هلا على المرحلة النهائية تقريبا لنحكي عنها كمان. هذا الوجه الشباب كانوا هنيك عمال بيفردوا الوجه، هلا هون صار فرعه كامله جاهزه للشد. نعم مدروزه مجهزه، هي بعد الدرز والآلة. هلا بعد الدرز بنجي على مرحله الشد. هاي المرحله هون في عنا شد الحذاء، هذا هيك جاهز. هلا هون الحذاء طبعا هذا جاهز، بعد الشد دخل الفرن، مراحل عده صفى للزق النعل. هذا النعل تمام. النعل من شو مصنوع بيكون؟ النعل مواد البروتان، او بفاسيه، او يعني هدول المواد اللي بنشتغل اكثر شيء. هذا هلا نحن بس حطينا النعل بيطلع معنا حذاء كامل. الاحذيه بالنهي، هي الاحذيه عندكم، هي النتيجه النهائيه للاحذيه. هون مثل ما بيقول المثل الفينش. الحذاء بالمرحلة الأخيرة هذا صار جاهز لللبس، للبيع وللبس. نعم. كيف الإقبال هلا على يمكن الأسواق الحلبية والأحذية الحلبية؟ بالنسبة للمبيع عنا المبيع جيد جدا. نحن بالنسبة للأحذية الجلد الطبيعي إقبال علينا بالسعر، ولأنه في عنا تصدير لخارج القطر. يعني السر فينا نقول إنه السر توجه الناس للحذاء الحلبي بشكل خاص هو نوعية وليس الكمية. طبيعي، لا الجلد الطبيعي والتقنية والجودة، لأنه هلا نحن عنا أحذية بنعطي فيها كفالة سنة. نعم.
يمكن عرفنا سر اليوم من اسرار صناعه الاحذيه الحلبيه، ونحن في شيء بدك تقوله كمان؟ في عنا النعل هذا، طبعا هذا بيصنع نحن كل شيء نعل حامل اسمنا ماركتنا، هذا بنعطيه كفاله. اي حذاء خلال 6 شهور بيخرب كذا نحن بيتغير على حالنا. نشكرك، شكرا لوجودك معنا. اهلا وسهلا وشرفتونا. شكرا لك. اكيد يعني مشاهدينا اليوم عرفنا سر من اسرار جوده الاحذيه، وصلنا للنتيجه النهائيه طبعا شيء مميز جدا، مميزه في مدينه حلب وخاصه المدينه اللي نحن موجودين فيها اللي بتضم 5000 ورشه للاحذيه وهي منطقه المقامات. بدي ارجع لعندكم نرمينا وسلمى، وان شاء الله تكونوا اخذتوا هذا السر وتوجهتوا كلكم لتشتروا من الاحذيه الحلبيه.